السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. قبل أن نبدأ نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا. اليوم الحصة تاعنا والله لا تعب، بس شوفوا أمنوني مزيه تاع عند يوسف، هذا اليوتيوبر يوسف مزيه اللي شفتها عنده، حوست عليه مزيه اللي شفتها. حسين جناد يكشف معزوزي وين دخل 5 جويليا ناصر المنتخب ضد بلاده الجزائري، هذه بشهادة حسين جناد، وكانوا معه 4 تاع الناس، شهد معه 4 تاع الناس ضد هذا معزوزي، وخاصة نعم كونت البنين من خسرنا 1-0 مع البنين في البنين، وكان هذا المدرب اللي كان مشرف على المنتخب الوطني الجزائري اللي راهم يدفعوا فيه باش يروح يشكي بالجزائر، كيما واحد الغابي وجبان صدتو كاتب لي قال لي شوبير ما تغلطش روحك، قال لي المدرب بيروح يشكي بوالي صادي، هذه على بالك دخلوها لهم في رسالهم، يعني سهله هاي شر يخرج واحد يهضر يقول لهم لا جماعه المدرب ماشي بيشكي بالجزائر، بيشكي بوالي صادي. والي صادي تاعه الاتحاد يرزقه، اتحاد والي صادي اصلا خدام فانيك بينيفول، خدام بينيفول في الاتحاديه الجزائريه. كي تجي تقول لي بلي لوم ترينال با يشكي بوالي تصادي، يا ايها الجبان والغابي الله يجعل مكاش بزاف جبناء واغبياء بزاف في الجزائر، الله يجعل يا ربي مكاش، الله يجعل كاينه فئه وذيك الفئه ان شاء الله بربي ما تكاثرش تنتصر ان شاء الله بربي. أني خايب اللي كاين بزاف أغبياء وجبناء كيما هاك، يقول لك لا لونترينار با يشكي بوالي تصادي شوبير ما تغلطش، لا با يشكي بوالي تصادي، با يشكي بوالي تصادي، با يشكي بشركة، هذا لونترينار كان خدام في شركة عند والي تصادي، كان يخدم عنده في شركة ولا ما فهمتش. والي تصادي الاتحادية رزقه؟ لا ماشي رزقه، والي تصادي خدام يعني في جمعية تابعة للوزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة تابعة للدولة الجزائرية. اللي غادي يشكي بالجزائر، كاش هذه اتحادية؟ تاعش اتحادية هذه؟ المهم حنا يا حسين جناد وين كشف هذا مصطفى معزوزي اللي نعقلو يعني في نقطة القوة تاعهم، مي قالوا له على الماك، قال لهم على ذاك فريخ مهني، يسموه فريخ مهني، قال لهم احترم افكاره، باغي يدير دولة قال لهم احترم افكاره، باغي يقسم الجزائر قال لهم احترم افكاره، ماشي قال لهم افكار خبيثة، قال لهم لا احترم اخبارك. واحد قال لي شوبير رايح يشكي بك ذا مصطفى معزوزي، يشكي انا وطني انا جزائري، انا راني هنا في الجزائر راني نراخر فيه، يعني لا بالجزائر بالك تكون جيت خارج الجزائر كوني ساكت والله ما نهدرها، انا هنا بالجزائر انا تهمني بلادي، هذا الصعاليك لازم محاسبه والمطرق، هذا الصعاليك لازم لهم المحاسبه والمطرق، خاطش عليه هذا خرج يهدر وضربها تاع الفيفا. انا اقول لكم علاه، يعني العصابة دمرته هو، علاه دمرته؟ دمرته باش يغير الوجهة النظر تاع الجماهير الجزائرية اللي راهي تنتظر في قضية الإسباني اللي دوموندا دراهم وزاد دوموندا يرسلوهم له القطر، لازم ما ننساوهاش هذه، وأنا ما غاديش ننساها، غادي نبدا كل سيمانة ندير لها زوج حصص، وزيد لها أديداس وزيد لها تاع الدراهم اللي راحوا البرتغال، أموال كثيرة راحت البرتغال وزادت دخلوا لإسبانيا، الدراهم دخلوا لإسبانيا ولا القطر. يعني قال لك باين يشوف راشيط مغارف وكلش، هذه باش يكون على بالكم. اسمعوا تشوف هذا الفيديو ومن بعد نعاودوا نهضروا. انا ما سيبورتيتش بلدان اللي لعبوا ضد بلادي، الا تتذكر ونذكرك بها النهار اللي لقيتك في ملعب 5 جويليا خارج وانا داخل بالسياره وكانوا معايا 4 اشخاص مازالوا شهود
قلت لك وين راك رايح؟ قلت لي انا ما نشجعش المنتخب الفرنسي. قلتها لي ولا ما قلتها ليش؟ في ملعب 5 جويلية المنتخب الفرنسي هذا هو اللي هذ اللاعبين اللي شكيت انت في الوطنيه تاعهم هما اللي جابوا لك اليوم كوب الافريقيا، هما اللي جات تسمح لي هما اللي جابوا لك المنتخب الجزائري. اليوم شوف انا ما نهدرش هدره اللي يهدروها هذه الجزائر بلادي، مهما كانت بلادي وان جارت عليا فهي بلادي. هذه هي، هذا كونت البينين، هذا انا نقول لك اسمك ديريكت، يعني خاطش علاه انا مانيش نتهم فيك، كاين الفيديو اسمك ديريكت انت مصطفى معزوزي. النهار اللي النهار اللي خسرنا مع البينين وكان هذا المدرب اللي اليوم راك انت تدافع عليه اللي كنت ضده النهار الاول من خسرنا 1-0 في البينين، فما كنت قلت لنا؟ قلت لنا لو كان راح مدرب تاع بارادو واللعابه تاع بارادو افضل من هذا اللعابه وهذا المدرب اللي خسر اليوم. قلت له ما قلتهاش، راه كاين الفيديو تاعك هدرتها نهار اللي خسرنا مع البينين، لعبنا مع العشيه مع المغرب ولا في الليل، درت حصه درتوا حصه تاعكم، قلت لهم لو كان راح مدرب تاع بارادو وراح راحوا اللعابه تاع بارادو افضل من هذا المدرب تاع الكرتون. انت هدرتها كيما هاك اليوم جاي بتعلمني الوطنيه وكيفاش الناس تشكي وكيفاش تربح. روح يكون بكلام يعني خارج الكلام الرياضي او شيء اخر. هذا ما هو رياضيه. انا شي طلعك. شاتو حسين جنات كيفاش يعطيك؟ يعطيك غير بالكامل. انتم عكارين، انتم عفوا ولاد سبورتيتش بلدان اللي لعبوا ضد بلادي. الى تتذكر ونذكرك بها نهار اللي لقيتك في ملعب 5 جويلية خارج وانا داخل بالسياره وكانوا معايا 4 اشخاص ما زالوا شهود، قلت لك وين راك رايح؟ قلت لي انا ما نشجعش المنتخب الفرنسي. وزيد نزيدك حاجه واحده مصطفى معزوزي، النهار اللي لعبنا 2016 لعبنا كونت غانا هنايا وقيله وغينيا هنايا وقيله، والله ماني عارف دو ماتش هذوك لعبناهم اميكو لهنا. هنا نهار اللي داروا تاع ديغاز غول كيب، تعقل انت بهذيك الحصه مع ذاك عبدو صمار هذاك الخائن اللي انا في نقطه القوه تاعو كنت نقول له انت حشره تاع خونه على عبدو صمار. ماشي اليوم تاع عبدو صمار ولا ممنوع دخول الجزائر، مي كانوا هما هنا في الجزائر انا كنت طايح عليهم. اللي بي يعرف شوبير يعرفه من قبل، ماشي اليوم. ما تجيش تحكم على شوبير اليوم، حكم على شوبير مي كان يدافع وحده في هذه القنوات، يدافع في هذه الخونه، هذاك الحشره تاع عبدو صمار، انا سميته حشره. انت 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 مصطفى معزوزي، نهار اللي مع عبدو صمار فرحتو كي الشعب قاعد يصفر يسيفلي على الناشد الوطني، قلت لهم من حقهم يعبروا على الزعف تاعهم يسيفلوا على الناشد الوطني. اي راه كاين كلش. مكاش غلطة مكاش معاكم باش تجي بيت غلطني، ما عندك وين تلعب ولدي. مادام كاين هذا، مادام كاين هذا يا والله العظيم كلش راني داسة لهنا، راني مطبقكم من شت المرا مي تطبق الكسوة تاع ولادها وتاع راجلها في البلاكار ولا في الماريو ولا تاع بكري ماريو تاع بكري هذاك. انا كيما راني دايلكم نجبتكم تاك نحوس عليك، معليش نتعب معاك ساعة زوج سوايع بصح نجيبك ونخليك على جهة ونحطك. كاع التصريحات تاعكم، كاع شت التصريحات كاع تاعكم من 2017 و 2015 لليوم، كاع راكم كاش اللي يجي يقصر لي ضروك بلي هو بيوريني الوطنية. أنا ضد تاع اللي يجي قريني الوطنية، خاطر كل واحد يعرف دمه، كل واحد يعرف دمه. متالي كاع اللي باغي يكشف لنا يكشف لنا صوالح في السوناطراك، فانيك اللي عنده خوف في السوناطراك يجبد لنا خوف في السوناطراك. هذه نعرفها كيما اللي عنده خوف في السوناطراك يجبد لنا خوف في السوناطراك، يجبد لنا كيفاش داروا كونترا مع كيا، يجبد لنا الاخر الون دولوا اللي مسمي. انت قلت لهم انا هو لينصور مونديلا تاع القبائل، انت يا تلحق انت بتمثل القبائل، انت مهبول ولا انت تمثل القبائل؟ مالك يا صاحبي انت مهبول
ما يتمثل القبائل. روح روح خويا روح 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 تسوق بعيد روح. كل واحد عندي هنايا ما عندكم وين تروحوا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. سعيدكم.